طقس حار خلال الايام المقبله وارتفاع الحراره 3 درجات. اهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن ونشره اخباريه جديده. هيئه الارصاد الجويه قالت ان ثالث ايام عيد الاضحى المبارك الطقس هيكون معتدل الحراره في الصباح الباكر على كافه الانحاء، حار رطبا نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على كافه الانحاء. كمان بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية إن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق يكون مثير للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، وشبورة مائية خفيفة على بعض المناطق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. وللتفاصيل أكتر حول طقس اليوم وغدا بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة منار غانم عضو المجلس الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك استاذ كريم واهلا بكل متابعي الوطن. دكتور منار، عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل طقس ثالث ايام عيد الاضحى المبارك. هي طبعا الحمد لله يمكن الامور مستقره بشكل كبير في فتره الاجازه وفتره الاعياد، تعتبر درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام، عظمى على القاهره الكبرى بتتراوح ما بين 33 الى 34 درجه مئويه فتره النهار، لكن في ارتفاع في نسب الرطوبه، ودايما وجود نسب رطوبه في الجو هو العامل المهم جدا في فصل الصيف، ده اللي بيخلينا نحس ان في ارتفاع في درجات الحراره، بيخلينا نحس بمزيد من الارتفاع في درجات الحراره بحوالي من درجتين لثلاث درجات عن القيم اللي احنا بنقولها، يعني احنا احساسنا بدرجات الحراره هيوصل ل 37 درجه مئويه بسبب وجود نسب الرطوبه، كمان في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، ده عامل مهم جدا لان تعرضنا لاشعه الشمس بيزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره ايضا، فالاجواء فتره النهار هي اجواء حاره رطبه على القاهره الكبرى والوجه البحري وسواحلنا الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط، اجواء شديده الحراره في المناطق الجنوبيه شمال وجنوب الصعيد وجنوب سينا داخل الفترات النهار. خلال فترة الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحرارة بنحس بيه أكتر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، الأجواء بتكون أجواء معتدلة تماما، خاصة إن احنا اليوم هيكون في نشاط نسبي للرياح سرعته بتتراوح ما بين 30-35 كيلومتر على الساعة، نشاط الرياح ده هيساعد بشكل كبير على إحساسنا بالأجواء اللطيفة وتلطيف الأجواء فترات المساء وساعات الليل، وهنحس بيه كمان في بعض فترات من النهار لأنه هيكون فترة النهار وأيضا فترات الليل، لكن هو اللي بيساعد فترة الليل على إحساسنا بالأجواء اللطيفة وتلطيف الأجواء وما نحسش بنسب رطوبة فترة الليل. كمان نشاط الرياح ده قد يكون مثير لبعض الرمال والأتربة في بعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد، لكن هي مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية، فقط بعض الأتربة والرمال المثارة إن وجدت في المناطق الجنوبية. كمان فترة الصباح الباكر ما زال معانا تكون لشبورة مائية خفيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، الشبورة المائية دي بتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا الساعة 7 صباحا تبدأ الشبورة المائية في التلاشي، تبدأ الرؤية الأفقية تتحسن على أغلب الطرق، بالإضافة كمان إن اليوم متوقع إن حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط تكون مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، أيضا البحر الأحمر هيكون معتدل المضطرب، هيكون مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، لكن هنخلي بالنا من التعمق داخل البحر الأحمر لأن ارتفاع الأمواج على البحر الأحمر بيوصل 2.5 متر داخل عمق البحر الأحمر، لكن بصفة عامة هي الأجواء مستقرة تسمح إن احنا نستمتع بالأجازة وفترة الأعياد، طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، وده متوقع إن هو يكمل معانا كمان حتى انتهاء فترة الأجازة، يعني احنا لحد يوم السبت والحد الجايين مستمرين في الاستقرار في الاحوال الجويه ودرجات الحراره حول المعدلات، يمكن مع يوم الاثنين والثلاث تكون في ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره، لكن لسه في نسب رطوبه في الجو وده اللي متوقع ان هي تدريجي كمان تزيد خلال الايام المقبله، وده زي ما قلنا في الاول هي اللي بتزود احساسنا دايما بارتفاع درجات الحراره، عشان كده هننصح كل الساده المواطنين مهم جدا ناخد بالنا فتره الظهيره من الساعه 12 الظهر للساعه 3 او 4 العصر، لو احنا خرجنا في المواعيد دي بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، يكون معايا غطاء للراس الشمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم، ده شيء مهم جدا خلال الفتره اللي جايه في فصل الصيف، كمان الملابس بقدر الامكان تكون ملابس فتحت اللون ملابس قطنيه لو احنا بنخرج فتره الظهيره طبعا، كمان بقدر الامكان نبقى موجودين في اماكن جيده التهويه، ده هيساعدني بشكل كبير على عدم احساس
قياسي بنسب الرطوبه. يعني احنا الاجواء مستقره يعني تسمح ان شاء الله بالاستمتاع بالاجازه في كافه انحاء الجمهوريه. دكتور منار بيتردد الفتره اللي فاتت ان في موجه حاره خلال يومين، هل الكلام ده حقيقي؟ هي مش موجة حر، احنا من درجات الحرارة حول المعدلات 34-35 درجة مئوية، ده المعدل الطبيعي. احنا متوقع ان احنا مع يوم الاثنين والثلاث تكون في ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، ما تعتبرش موجة حر، لان احنا خلاص هو الجو الحر فترة النهار في فصل الصيف ده المعتاد. ممكن احيانا درجات الحرارة ترتفع بشكل كبير عن المعدلات، لكن ده مش هنشوفه خلال الاسبوع ده ان شاء الله. لو ارتفعت هتبقى ارتفاع طفيف بحوالي درجة لدرجتين عن المعدل الطبيعي، يعني مش موجة حر بشكل كبير. طيب احنا بدأنا فصل الصيف يوم 21 والنهاردة 30، 9 ايام اللي فاتوا حضرتك شايفة هل نشهد طقس حار خلال هذا الصيف من وجهة نظرك؟ لا خالص، لا يمكن، الحمد لله درجات الحرارة خلال احنا يعني لو هنحكم على فصل الصيف من العشرة ايام طبعا مش هينفع، لكن خلال العشرة ايام اللي بدأنا فيهم درجات الحرارة حول المعدلات ما فيش ارتفاع في درجات الحرارة. ويمكن احنا من خلال التنبؤات الفصلية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية قبل بداية فصل الصيف قلنا ان صيف 2023 أشبه بدرجات الحرارة بصيف العام الماضي، لكن طبعا في ارتفاع في نسب الرطوبة، ويمكن كمان خلال الأيام المقبلة ده اللي هنشوفه ارتفاع نسب الرطوبة في الجو. ذروة فصل الصيف بتبقى شهر 7 وشهر 8، الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة هو ده اللي بيخلينا نحس ان فصل الصيف في ارتفاع كبير في درجات الحرارة، لكن معدل درجات الحرارة ان شاء الله تكون زي صيف العام الماضي حول المعدلات. خلينا نقول كمان ان احنا درجات الحرارة في فصل الصيف في اغلب الأيام ما بترتفعش عن 36-37 درجة مئوية، لكن احنا بنحس بيها مرتفعة بسبب وجود نسب رطوبة. دكتور منار غانم بشكر حضرتك على وجودك معنا، شكرا جزيلا يا فندم. دكتورة منار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية كانت معنا علشان توضح لنا تفاصيل أكتر عن حالة الطقس خلال أيام العيد. إن شاء الله يكون سعيد وطقس جميل على كل الناس، كل عام وحضراتكم طيبين. بكده تكون انتهت نشرتنا، استنونا في نشرات إخبارية جديدة، وشكرا لحضراتكم على طيب المتابعة.